السالير نتاع التونسي والمعيش. بالنسبة للمعيشة توا قديش غليت، ما نقولوا إنسان عنده سالير عنده شهرية إلا ما يكون من 3,500,000 وانت طالع، أقل من هكا تولي اسمها ماندا. مال اللي ناخذوا فيها احنا شنو نسميه؟ احنا نسميوها إعانة. إعانة واحد يقول معناها الحمد لله وكا هو اللي يعمل اللي نجم عليه فهمت، واللي معناها واللي يسعى يلقى وكا هو. انت تاخذ في شهريه والا تاخذ في ماندا والا تاخذ كما ناخذوا احنا في منحه فقر؟ والله انا اختي ناخذ في شهريه. معناتها فوق 3,500,000؟ لا اقل. اقل من ماندا؟ ماندا يخو في ماندا، اما الحمد لله واحد يعمل محاوله باش معناها يرضى ويحاول على حاجه ما خير فهمتني. ما تقولش معناها ناخو واني واقف هنا، لازمك تكمل تحول معناها تلقى حلول. والله حاليا سما ناخو في شهريه، يعني 3,500,000. لا مش 3,500,000. انا توا قسمت لك، قلت لك شهريه راهي من 3,500,000 وانت طالع، والماندا اقل من 3,500,000، منحه فقر لي اقل منهم الكل. قول ماندا كيك في الزون هذيك. لا الحمد لله. مش عامل بالماندا عايش؟ والله الحمد لله عايش. واحد يعرف كيفاش يعيش، واحد يعرف كيف يقسم، متى يقسم حياته يقسم فلوس ويقسم كذا ويعيش صافا. حاجتين واحد يبعد عليهم، الشيخه والشراب وكل الموبقات والواحد وكل كل يعيش نورمال. هذوكم اكثر حاجتين اللي معناتها الفلوس تمشي فيهم، وزيد يبعد مش يبعد وزيد البنات. علاش ندخل البنات؟ هذوكم ماشي لازمهم شهريه وحدهم هذوكم. معناتها واحد لازم يقول له شهريتين، شهريه اللي هو وشهريه للجميع الاخرين للحبيبه. كيفاش؟ وضح لي به. انت مثلا واحد يبدا وحده مثلا يعمل قهوه ب 2,500، تبدا معاه حبيبه يتكلف له نهار 100,000. 100,000 تكلف له نهار، هذه حاجه صغيره. لا ما وصلناش الكادويش من كادويت. احكي لك على التاكسي وعلى البتيديج وعلى الفطور وعلى الواحد وعلى كذا وكل اللغه ذيك. يعني انت تنصحهم تقول لهم تحب تعيش عيشه باهيه ابعد على البنات هكا؟ مش ابعد، ما ليه ما تعمقش، خليك من البر لبر من البعيد. واحد ما نجمش يعيش من غير بنات، اذا البنت ما نجمش تعيش من غير رجال، اما واحد ماذا بيه ما يضحي. شي يضحي ما يتعمقش. قسمنا شهري نلقاو اللي يخلص 3,500,000 وانت طالع، هذيك تسمى شهريه بارابور المعيشه اللي في تونس توا قداش غليت. اللي يخلص اقل منها ما تسميش شهريه، عباره على ماندا. صحيح هذا كلام معقول على الاخر؟ اقل من 2,000,000 يعني 3,000,000 تعيش، اما اقل منها ما تعيش، خاصه اللي عنده صغار وعنده ليتود وعنده الماكله برشا شارج الضو والماء ما همش شويه. يعني 3,000,000 باهين، اما اقل منهم راهو تاعب وشاشيت هذا على راس هذا يهز منه ويحط من غادي. اللي اقل من 3,000,000 قالوا ماندا، مال اللي ناخذوا فيها احنا قال شنو تسمى؟ منحه فقر؟ ثم شهري ما تنجمش تقول عليهم اسمهم شهرية، خاصة اللي يخدم في الخواص. أنا كنت نخدم في باتسوري من 6 بتاع الصباح لـ 4 بتاع العشية، يعطيك 300,000. 300,000 كنت نحي منها سبور ترونسبور تمشي على روح. هذوك ما يسميوش، ما نحكيوش عليهم برا. شوف أنت في الأوروب السميق نتاعهم قد إيه، وقارنوا بينا إحنا تلقاه هذايا عايش بقدرة ربي اللي يخلص في الشهرية هذي. صحيح ريزونمون صحيح على الآخر، خاطر الطاقة نتاع الشراء نتاعنا في تونس كبرت برشا، تبقينا الشهرية نتاع المواطن العادي وليت ما عادش تكفيه. اللي نجموا ما يقعدوا في الطبقة الوسط هما المديرين نتاع الشركات، معناها البنوك ولا واحد يخصوا أكثر من 3,000,000، هما ينجموا يجريوا شوية توا، هما اللي أقل منهم قاعدين تعبين برشا. أنت من فئة؟ من اللي ياخذوا في ماندا ولا ياخذوا في منحة فقر ولا ياخذوا في شهرية؟ أنا من فئة الحمد لله يا ربي وكل شهر وشهر الحمد لله. كما الميزان، مره الفوق مره اللوطة مره متوسط مره منقاش روحي مره نقى روحي. كل مره المعيشه في تونس متماشي معاها؟ صعبه برشا وما عادش نجمو نجاروها كما يز، معناها ولا الواحد ينقص برشا حاجات معناها من المستلزمات اليوميه بالجوس يوفر حاجه للصغار ولا يوفر حاجه مثلا. ما عادش تو الانسان ينجم يخبي ولا نجم يبني يعمل حاجه ولا ما عادش.
ميم حتى لو كريدي ما عادش يوصلك باش تبني دار تا، بالرغم من مونطون كبيرة ما عادش تبني بيه دار. يا حسرة كانوا بيتنا معناها يخموا وبناوا وعملوا، نحن ما عادش نجمو نعملوا الشيء هذا، وني بلو كابابل. توا نعيشوا اليوم وغدوة الله أعلم نعيشوا اكزاكتومون، أون في لو جور وجور، نهار ونهار ونعيشوا هكا. اليوم الحمد لله، غدوة الحمد لله، وديما الحمد لله هكا. نحكيو على الشهرية في تونس. ما نجمو نقولوا عليها شهرية إلا ما تبدا من 3 ملايين و500 وأنت طالع، صحيح ولا؟ والله ما أقولها 3 ملايين بالنسبة لل الغلاء المعيشة في تونس ولا ضروري. أنا الموظف ثماش الناس كلها عندها تملك دار وكذا، ناس كارية، ناس عندها ولا تقرا إتود، مصروف يومي، غلو المعيشة شوية. بون 3 ملايين نقولوا 3 ملايين باش نوصلوا كوزير، أما على الأقل 2 ملايين واحد المواطن العادي ربما ينجم يعيش. 2 ملايين على المعيشة ومليون ونص على المعيشة اللي في تونس وكيفاش غالية، تسمى ماندا عبارة مش شهرية. تاخذها منا تاخذها منا. جيراي مش ماندا. هذاك الواقع. مع زيد ستيغ وسوناد وما ياتي من وراء الشيء هذا، صعيب شويه الواحد باش يعيش في اقل من 2 ملايين. ويبدا مقتصد، ده ما عندوش شكل في الصيف يمشي يصيف ويمشي كاتاج لاند وعايش وليداته بالخير، صعيب شويه صعيب شويه. هاو واللي ناخذوا فيه احنا ملا شي سم 500 600 700 منحه فقر. عندك بطاقه بيضاء. شوف هذيك تعرف شنو هي وديده، معناها اون ديري تعرف شنو ودي ودك بشيء، اون ديري كون واحد هاكا دون هاكا عطاك اي خويا برا كيما ولدي ساعه ولا بنتي يقول لها هيك 5000 برا اشتروا بها مصروف، معناها شهريتنا احنا ناخذوا مش نتاع عيشه، ماهيش نتاع عيشه، نتاع دواء، نتاع واحد يعتني بروحه باش يلبس كذا. هذيك هي تونس، يا حسرة على كانت وقت اللي كانت الفلوس فلوس وكان الإنسان يبدأ بعشرين دينار يعيش. أنا وصلت في فترة من الفترات ناخذ 18 دينار شهري متاعي موظف، دزوي دينار وعايشين ولا تسمع بقرض وتاكل اللهم صلي على النبي وانا فير والحمد لله. شهريتك تعطيني أببري قد إيه؟ باش نقول لك هي مصنفة مع الشهري يعني شهرية وإلا مع ماندا والا مع منحه الفقر 700 شهري 700. كيف تسمى منحه فقر هذه ناخذوا فيها في تونس بارابور المعيش هكاك؟ اي ما واحد ما يتخلص 700 دينار ما تعملوا حتى شيء، ما تخلطوش حتى نهار 15، يعني عباره اشتار شهريه 700. انا مش نيكيري جبر، ما اللي كيري مسكين مشى، فهمتي؟ 700 يعني نمد منها 500 للمراه و200 لي انا. تعيشوا بها هكاك ماء وضوء وسعاد؟ اي ما عندي المراه فهمتي تقصت بالكدا وتنحي كل حاجه على شيرها هي بالنسبه للشهر هذه راهي المدام هي الكل. اذا تبدا المراه باهيه وتعرف كيف تقتصد توصل، اذا تبدا مفرته راهو كي تاخذ حتى 10 ملايين ما توصلش. هذيك هي الوضعيه بتاع تونس، لازمنا نتحملوا حتى ربي ينوب علينا ما خير، والحكومه هذه جديده ان شاء الله تزيدنا. شو تزيدنا من هنا؟ تزيدنا في الشهر وتزيد فهمتي تشعل الدنيا ما عملنا حتى شيء، فهمتي؟ كنت ناخذ في 400 دينار انا 2011، معيشتني خير من هكا، خير من هكا ونفضل منها، فهمتني؟ وقتها حكة تونس زيت زيتونة بدينار توا ب 5000، حكة تونس زيت زيتونة تاع ليبيا، حكة الهريسة ب 300، فهمتني؟ توا ب 1200، الدنيا شعلت فيها النار ما عادش واصلين. كان مرض الواحد هذا بشيء. توا معناها 700 عايش بها كان في الحاجات الأولية الضرورية، ما لا تتفرهد لا تخرج صغارك لا تخرج لا جملك أقل خارجة 100-150 دينار باش تخرج تسمى خرجت، فهمتي؟ ما كانش باش تمربل في الكيران ولا جيت تقعد على كرسي لهنا تسمى خارجة، فهمتي؟ أنت جيب مرتك وصغارك فطرهم وخذ لهم كلاس وكل شيء 150,000 مشى تاكسيات وكل شيء تصرف 150,000 بسهولة تامة زاد. 700 دينار الحين منها 150 اش قعدت؟ قداش ب 150 فيها؟ قداش شهريتك؟ وين باش نقول لك اي فئه انت تتبع؟ خذ شهريتي ابريم 600-700 دينار. انت تتبع فئه منحه الفقر اللي ياخذوا في منحه فقر، كيفاش عايش به؟ به فقراء صح اخوي صح. كيفاش عايش به؟ اه كيفاش عايش به؟
مش عايش يا بنتي، انا عايش بها الشهرية هذه. يا اسمع، نخدم يجي راس الشهر دايما تكتهم السوارد هكا، تمشي تاخذ باش تاخذ اللي يسالك فلوس، فهمتني؟ يعني تصرفهم في ليلتها، معناها تروح نظيف يوم تغدى الصباح تجي حقها ما تلقاش. اللي ياخو 3,500,000 وما فوق، هذيك تسمى سالير شهرية. اللي ياخو أقل ماندا. اللي ياخو أقل من 1,000,000 تسمى منحة فقر. هذا الكل بارابور المعيشة اللي نعيشو فيها في تونس. شنو رأيك؟ وقل لي أنت من فئة. أنا من فئة تاع الفقر. منحة الفقر. أنا من منحة الفقر. ولكن هذاك هو اختي، هذاك هو الموجود، هذاك هو المواطن الشهريه نتاعو ما يشدوش حتى جمعتين، صدقني بكل صدقه، خاطر الشيء هذا احنا عايشين فيه راهو. الشهريه ما تشدوش نتاع الفقر، نحكي لك كان نتاع المينيموم، ما تشدوش جمعتين. بربي شريف يخلص منها الكراء، الضوء، الماء، كان عنده صغار تقرا. فهمتني ولا ما نحكيوش على الطبيب، ونحكيو على برشا حاجات اخرى. ولك شو نقول لك، والله المواطن مسكين، المواطن فريمون مسكين، قاسي وتعب. ولكن واحد شو يعمل ترى؟ واحد يقول لك خليها على ربي، شو باش يعمل المواطن؟ هذاك هو اختي، هذاك هو الموجود.